شي بوان ما حاليا كما قلنا وقفوا لي زيفينمون هو يحل السيت تاع الاي كوميرس، حل السيت تاع الاي كوميرس والو ما دار حتى شي حاجه، ابليك داكشي اللي بارطاجي في لي فيديو وراه ديك معانا هو في اللايف، قسما بالله الا الله بدا شي سيمانه هادي ما كينزلش على 200 باعه في النار. باش نقدروا نديروا فلوس بزاف في التجاره الالكترونيه؟ لا جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 يعني 1000 يعني راه يعني بحال اللي قلتي انت بادي ب 1000 غادي نتوقع لك ان غادي دير واحد 23000 من هنا عام. دونك السي محمد من الحوايج اللي كيقولوا باش نساليو مع هادشي هذا كيقول لك انت يعني كتدغدغ العواطف ديال الناس وكتحمسهم كتعطيهم لا موتيفاسيون ولكن ما كتعطيهمش خطوات عمليه، ما كتعطيهمش اللاصق باش انهم حتى هما يديروا لاباس ويعرفوا الاسرار ديال الدومين ديالك. خاي غنقول لك يا فهد الجواب فيه جوج الحالات، الا كاين الحاله ديال كاع غادي نقول لك انا واشنو غادي تسنى مني هذا اللي غادي نعطيه انايا، راه انا قلت لك راه كاين في الانترنت وقلت لك راه كاين لي كوميرس وقلت لك راه شنو كاين وسير تخدم. القضيه الاخرى اللي كيتسناني شي حاجه راه ديجا بارطاجي في اليوتيوب ستيب باي ستيب، يعني كليكي هنا دير هنا دير هنا. مي غنقول لك واحد القضيه اخاي بوبو، كما كنقولوا ديما راه هي مايند سيت في الاخر، على حقيقتاش انا واحد الانسان اللي غادي تدوي معايا في الطاطا غادي ندوي معاك في الضبط ديال الضبط شنو كيطرى. كاع الفيديوهات كاملين اللي كنبارطاجي في اليوتيوب فيهم ساعه، كاين اللي فيه 26 دقيقه لا اكثر فيهم ساعه، شكون هو اللي كيتفرج حتى الاخر؟ شحال 6.2 اكزاكتلي 2.9 هي اللي كتفرج حتى الاخر. هذوك الناس اللي كيتفرجوا حتى الاخر هما اللي غادي ينجحوا. ما يمكنش هذه البارطاجي انايا، علاش شفتي المشاهدات هذه خلعوا كتقول واه اللي نص مليون مشاهده عنده في اليوتيوب في هذا الفيديو هذا تاع الاي كوميرس، الفيديو الاخراني عليه شي 79000 شي حاجه بحال هكا، اخر فيديو بارطاجي تجي 3 ايام هادي عليه شي 79، تقول واه ولكن انا ما كيهمنيش ديك 79000 اللي كتبان للناس، انا كيهمني شحال النسبه اللي وصلت حتى الاخر، النسبه اللي وصلت حتى الاخر كتلقاها ديما 2 شي حاجه، يعني ما كاملش حتى 3%، وهادو اللي كيكملوا حتى الاخر هما اللي كيجيو كيدو معايا. نعطيك مثال واحد الدري ديما سيبور ماشي ديما تنبقى نويه كندويو، ما عرفتش كتعرف الكيشي بوان ما وي وي كنسمع به كنسمع به كتعرف توفيق الكيشي بوان ما الكيشي بوان ما توفيق شفتو الكيشي بوان ما حاليا كما قلنا وقفوا لي زيفينمون هو يحل السيت تاع الاي كوميرس، حل السيت تاع الاي كوميرس والو ما دار حتى شي حاجه، ابليك داكشي اللي بارطاجي في لي فيديو وراه ديك معانا هو في اللايف، قسما بالله الا الله بدا شي سيمانه هادي ما كينزلش على 200 باعه في النار. هي كاين واحد خونا ولكن ما يمكنش نقارنوا ما بين مول الكيشي واحد خونا داوي، مول الكيشي واحد السيد قديم في لونتربرونيا وكيتقاتل وباش تطلع الكيشي راه شلا مشاكل وباش يبدا يبيع لي تيكات ديال الرجاء عنده في الكيشي بوان ما يبقى يعاود لك يقدر يدير معاك لايف فيه 12 ساعه يعاود لك على المحنه باش تجي يقنع الناس ديال الرجاء ولاو كيبيعوا التيكيت اونلاين وتجي تباع تيران يعني ملي جا ابليك داكشي وبدا تيجي اكثر من 200 مبيعه في النهار ويقول لي دخل عليك بالله واش هادشي ولك تطلب تشرح لهم، قلت ليه ويقول لي حق الله الا متلخين ما اكزيكيتوش، قال لي انا متيقش انا الله اكزيكيت هادشي ما كاملاش سيمانه اكثر من 200 مبيعه في النهار. هذا واحد السيد وكاين بزاف الناس بيان داكور. هذا مثال، وحتى عبد الرحمن الزاهد كيعاود لي عليك بزاف وعاونتيه بزاف بزاف في دي تروك لي تكنيك حتى انه لونسا الحمد لله الشركه ديالو. هذا دونك السي محمد، هذا المايند سيت، هذا المايند سيت ديال سيلف ميد مليونير، واش كيتكتسب ولا كيكون من الصغر؟ لا ما نقولش كيكون من الصغر، حقاش اخاي بوبوح انا قاعد الناس فهمتي اللي تتلقاه مثلا بحال هكا كنقول شي حاجه كيقول نصاب، كنقول شي حاجه تيقول باينه بالحشيش باينه بالبورنو باينه بشي حاجه، انا كنت من هاد الناس هذا فهمتي، يعني انا تزاديت في واحد الوسط في دواري زيكي كان اي حاجه ما يمكنش كنتقبل ان شي واحد يدير شي حاجه واعر، ما كنتش كنتقبلها وما يمكنش اصلا العقل ديالي ما كيسمحش ليا، لدرجه ان كنت ملي كنت صغير كنت شفت واحد الدري صاحبنا شرا ليوناردو وانا قلت واهلي الا مشيت دابا الصيف وخدمت في لوزيم تاع المشماش تاع الكوفيتير وخدمت ب 50 درهم في النهار وبقيت كنضربها في 90 يوم اللي عندي العطله الصيف، يلا غادي نكون جمعت 90000 ريال، ولكن داك ليوناردو اللي شاري هو يدير شي 3 المليون، وكنت ديال الحماق فهمتي ديك اللعبه ديال هو كادي ندير نجمع 3 المليون للدرجه هادي، وديك الساعه ولات يبان لي داك الدري صاحبي وليت كنقول فريمون غادي يكون باع الحشيش ولا دار شي حاجه، يعني هادي يعني ملي كنشوف الناس حاليا كنعرف
راه حتى انا كنت واحد النهار تمايا، حتى انا كنت كنفكر بحالو، حتى انا كنت فهمتي عادي، ولكن مع الوقت مع الوقت مع الوقت دازت سنين عاد وليت كنستنتج از مايند سيت. ولكن اللي نقول لك اكد عليا بزاف ما كان ديما كيبقى الشك. شي واخا تسول جي عندي في 2012 تقول لي هاد النجاح اللي حققتي واش المايند سيت هي اللي من وراه، نقول لك المايند سيت ورضات الوالدين والزهر وصدقات. ديما كان عندي ديك القضيه ديال يقدر انا محظوظ، يقدر انا محظوظ، يقدر انا محظوظ، يقدر والله كان عندي السبب واحد ديما تشك هذا. دونك شي ربع سنين لا، ولكن دابا قلتي كاينه واحد لا فورمول، فورمول فيها المايند سيت، فيها رضات الوالدين، وفيها الزهر، وفيها الخدمه. ولكن لا يعني انت الخدمه، حيت الخدمه انا كنت كيبان ليا، كنت كيبان ليا نقول لك واحد قبل واحد ربع سنين هادي، نقول لك حتى تنقول لبنادم خاص دير باش تنجح ولا كذا شي ربع سنين قبل هادي، وتنقول واخد في الاخر ما تصدقش ليهم هادشي كامل على حقيتاش يقدر انا تكون صدقات ليا من الاخر. ولكن واحد ربع سنين هادي ملي كنت خدام مع واحد المينتور، هو المينتور ديال براين تريسي، هاد السيد هذا هو المينتور ديال براين تريسي، كنت تعرفت عليه، وهو المينتور تاع ناتالي غليبوفا ملكه الجمال ديال تايلاند. كنت لقيت مع ناتالي غليبوفا في واحد ليفيرمون في بانكوك. المهم القصه كي جات كانت كدوي على قانون الجاد، ما قانون الجاد، قلت لها كيفاش توصلتي لهذا الشيء، قالت لي صراحه اللي عاوني هو واحد المينتور سميتو فرتلان. قلت لها ويلي واش زعما بغيت نخدم معاه ممكن نخدم معاه، قالت ما كاين حتى مشكل، وراتو ليا في داك ليفيرمون ومشيت دويت معاه وصافي. وفي الاخر في الاخر استنتجت بلي شوف هو نجح راه علم، وداك العلم كامل مرتبط بالمايند سيت. ولكن حنا بزاف شنو كيجي اخاي بوبو، حتى يبغي الطريقه، والطريقه راه ماشي بوحدها ما كافيش، يعني ديك كليكي هنا كليكي هنا كليكي هنا بوحدها ما كافيش، على حقيتاش يقدر يجيب بي على جوج. ولكن تصور تيطرا ليه شي مشكل تسد ليه كونت، ما كتكونش عنده ديك القضيه ديال لا طحتي عاودوك. داكور، قلتي بان هذا المايند سيت هذا علم، علم واخا يعني واخا الواحد يعني النجاح 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 كامل تنقول نشدو النجاح كامل نقولوا علم. النجاح في اي مجال، يعني راه شوف النجاح في اي مجال راه علم. باش تنجح مع الله راه خاصك تصلي خمسة المرات في النهار، فيها الالتزام، فيها الانضباط، فيها الوقت، وفيها الاستمراريه. بغيتي تنجح في الخدمه فيها الالتزام، وفيها الوقت ديال الخدمه، وفيها سميتو فيها الاستمراريه. كاين 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 السي محمد اللي كي من ضابط وكيخدم وكيدمر، ولكن ما كيوصلش لدي ريزولتا. يعني بحال دابا انا كنعرف بزاف ديال الناس كيقيلوا ما يقراوا في قانون الجاد والديفلوبمون بيرسونيل، وكيقيلوا يتفرجوا في لي كوتش، ويقيلوا يعاونوا يديروا يدخلوا في بروجي من هنا بروجي من هنا، وكيفشل في كل شيء وكيفقد الامل، واخا كيعاود يحاول كيفشل وكيبقى بحال هكاك. يعني ما طاحش على داك السكري، ما طاحش على لي كوتش. لا لا خايبو بوح، لا ارسم عليا اخاي بوبو، ما يمكنش يكون كيفشل 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 في كل شيء. يقدر يكون دار، شوف على حقيقه سهل اني نقول لك راني جربت وفشلت. هو مثلا اجي نجي اجي نجرب حاجه وحده، اجي نجرب نهار واحد ونقول لك راني فشلت. على حقيقه راه شحال من واحد اخاي بوبو كنشدو كنزيرو تيقول لي مثلا انا خدمت الاي كوميرس شهور وما درت والو، كنقول له دابا تجي تجبد لي بيسك وتوريني 6 شهور. 6 شهور نقول لي انت كاع معطل، كدير حمله اشهاريه في نهار، وريني شحال من حمله اعلانيه درتي. دونك نمشيو في هذا السوجي السي محمد، كيفاش نقدروا نديروا فلوس بزاف في التجاره الالكترونيه؟ لا يعني اهم خايبو بوح ماشي بزاف، على حقاش ملي كنجول بزاف كل واحد وبزاف ديالو، ولكن ديما كنقول انا في التجاره الالكترونيه داكشي اللي كتانفيستي داكشي داك راس المال ديالك غادي تحاول تجيب منه واحد 30% 40% على كل بيريود. كاين اللي كيحط التارغيت هو 3 شهور، كاين اللي كيحط التارغيت هو شهر. في الشركه عندنا 30% تنحاولوا نحطوا التارغيت ديالنا 30% كل شهر وصافي. يعني عاوتاني ملي غادي نقولوا اخاي بوبو حنديروا فلوس بزاف، كاين بنادم اللي كيجيب ديك الثقافه اللي عندنا في المغرب كثيره ديال ما باغي نعطي والو وباغي ندير فلوس، يعني باغي ندير المليار وما باغيش نحط حتى شي حاجه. ومش غادي تحطهم على حقاش ملي كنقول حط يقدر في ماشي واحد يحطهم معايا، لا انا ما تنديرو حتى شي حاجه. غتحطهم مع الاشهارات في فيسبوك، غتمشي تشري لي برودوي يا من تشاينا يا من سميتو، تشري شي برودوي باش تعاود تبيعو. هادي راه تجاره، يعني تجاره هي خص واحد البرودوي دير ليه الاشهارات باش توصلو وتخلص. يعني في الاخر داك الربح ديبون على راس المال ديالك، على حقاش ملي كنمشيو تنقولو يدير الفلوس بزاف كتبقى مفتوحه شحال بزاف. هادي مليون جوج المليون 10 مليون ديال الدولار مليون ديال الدرهم، هي في الاخر انا ديما تنقول للناس راه التجاره الالكترونيه فيها فرصه.
ولكن باش دير واحد 30% ديال راس المال ديالك. ولكن الا درنا واحد القضيه فين ما حداش شي ممكن بليز تعطيني البورطابل. الا درنا 30% الا درنا 30 بلاد ما تجي 30% قليله و30% خايبو بحره بزاف ديال البسطح. على حقاش الا درنا غنحاول ندير 1000 ونضربوها في 1.3 يعني الشهر الاول 30% هي 1300 درنا لها 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 راه ولات شحال صبر ندير 1000 مضروبه في 1.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 يعني 1000 يعني راه يعني بحال اللي قلتي انت بادي ب 1000 غادي نتوقع لك ان هادي دير واحد 23000 من هنا عام. كاين ناس داروا اكثر وكاين ناس ما قل ممكن ما نقولش لك لان هادي شي واحد اللي يدير اقل وكاين اللي غادي يخسر ويقول لك لا حتى انا درت وخسر. شوف اخاي بوبو 30% كاين بزاف ديال الناس اللي ها هو بدا ب 1000 غادي يدير 23000 يعني بحال اللي قلتي بدا بمليون غادي يحط واحد التارجت ديال من هنا عام ديال الخدمه في لي كوميرس خاص تكون عندي 23 مليون. ولكن المشكله ديال الدراري هي ما حاطين لا تارجت لا والو. اجي يقول لك انا باغي ندخل يبدا تجارته هو مشى يدخل على خاطر كنسمع حنا دخل يصحابو يدخل معايا انا على ديما كنحاول انا نحدد شي راه ما كنروش حتى لشي حاجه تقول لك سير بدا لي كوميرس ديالك بعيد عليا انا كنقول لك راه كاين في لي كوميرس ميت. اجي يجي يبغي يبدا ب 5000 درهم وتتوقع انه يدير المليون دولار بعد عام وهادشي ما كاينش.